السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الدوري الإماراتي، الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، دوري الدنوك للمحترفين أو دور الخليج العربي الإماراتي، اللي هتبدأ بإذن الله تعالى من اليوم الخميس الموافق 21/10/2021 وتستمر حتى يوم السبت. عندنا مباراة، يعني في مواقع بتقول إنها هتبقى يوم الجمعة وفي مواقع بتقول إنها هتبقى يوم السبت، ودي أكتر مواقع وأنا همشي مع أكثر المواقع. متابعينا الكرام، اليوم بإذن الله تعالى الخميس 21/10/2021 عندنا 3 مباريات. بني ياس هيلعب أمام خرفكان، التوقيت بتاع الفيديو توقيت الإمارات، توقيت دبي والإمارات أبو ظبي. بني ياس أمام خرفكان، المباراة معادة 6:15 دقيقة أو 6:15 مساء بتوقيت دبي، القناة الناقلة للمباراة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، معلق المباراة محمد الشمسي، وقناة دبي الرياضية الأولى معلق المباراة أحمد الشحيح. متابعينا الكرام، في نفس التوقيت 6:15 مساء بتوقيت ابو ظبي او الامارات، اتحاد كلباء هيلعب امام العروبه، والقناه الناقله للمباراه قناه ابو ظبي الرياضيه الثانيه او اي دي سبورتس اتش دي 2، ومعلق المباراه فهد عبد الرحمن. بعد كده الوصل هيلعب امام العين، الوصل هيلعب امام العين عذرا الساعه 8:30 مساء بتوقيت الامارات، القناه الناقله لهذه المباراه قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى، ومعلق المباراه عامر عبد الله، ودبي الرياضيه الاولى معلق المباراه عبد الله الغمدي، عذرا عبد الله السعدي. دي القنوات الناقله والمعلقين لاول يوم. بعد كده يوم الجمعه 22/10/2021 عندنا 3 مباريات ايضا. عجمان هيلعب امام الزفره الساعه 6:15 مساء بتوقيت الامارات، والشارقه هيلعب امام النصر في نفس التوقيت 6:15 مساء بتوقيت الامارات. القناه الناقله لمباراه الشارقه والنصر هي قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى وقناه دبي الرياضيه الاولى، اما عجمان امام الزفره فعلى قناه ابو ظبي الرياضيه الثانيه. شباب الاهلي هيلعب امام الجزيره الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، القناة الناقلة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى ودبي الرياضية الأولى. بإذن الله تعالى هي دي المباراة اللي مختلفين فيها. يوم السبت 23/10/2021 الوحدة هيلعب أمام الإمارات الساعة 6:15 مساء بتوقيت الإمارات، والقناة الناقلة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى ودبي الرياضية الأولى. وفي مواقع بتقول إن المباراة دي في نفس توقيت الشارقة يوم الجمعة، بس هو ده الاختلاف الوحيد. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.